والسر مدفون بثبات ما بين نارك والحطب. أوه أوه فلو فلو هذا الغداء من عند عمتكم عذراء بمناسبة المشكلة اللي صارت بين ولد حسن وحبيب. فلو طال عمرك هذه فكرتي أنا تكسير مجاديف سيف بن حسن باقي سعود ومنصور. سعود أمره سهل تلاقيه الحين يحاول يقرب ويصلح اللي صار بين ولد حسن وحبيب لكن ما راح يفلح. فلو الباقي يا عمي إن نكلم حبيب ونزيد الجرح قبل لا يلمي. نسيتوا سالفة منصور يا جماعة؟ ما حد يتكلم عن منصور أبدا، هذا أخو العم راشد وما يرضى فيه، تفهم؟ وهو اللي سواه العم راشد في أخوه قليل؟ ليش العم راشد ما باشر في التبسيل؟ صار له 3 أيام ويأجل، ما كنا تأخر؟ ولا تأخر ولا شيء، موعد التبسيل باكر لكن العم راشد لازم في الأول يشوف ود حسن وعمتكم عذراء تشوف حبيب عشان تنهي المشاكل اللي بينهم يعني تزيدها. حي ابو عبد الله. يا حي ومرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل. كيف حالكم صغيرين؟ كيف حالكم صغيرين؟ الحمد لله. يا حي الله وسهلا. معلم رخص الصغيرين، انا وانت خلا نشوف سيف بن حسن وحبيب. بعد واقف صغيرين سيروا البيت اليوم مرخوصين، وباكر تعالوا. عبد الله
عقب النار اشتعلت بين ود حسن وحبيب. ها صحيح ان افكارش نيره يا عدرا، وعرفتي تلعبي على الوتر الحساس. على حرمتك يا ود المسمار. اقول رايش ود حسن وحبيب بتستمر معهم المشاكل ولا الشغل؟ اي كلمه. انا نويت اجيب ود حسن هنا عندي في البيت، بس اخاف يرفض. اما حبيب لا تخاف عليه، اخوي حمد بيتصرف معه. انا موجوده يا ابو سيف. صحيح. على طاري ولدنا سيف، ايش اخبار هذا الولد؟ انا نويت اخبر المعلم يجي يعلمه هنا. اليوم بطرش حال حرمته دقينه. والدي ما من مستواي يروح لمدرسه مع اولاد منصور. بقية انت متاكده انش ربطت الكبش؟ رابط طنه ومعطتنا خلال ومي. يا اخي هذا محمد ودعم محمود طيب وايد اكثر من ما تتصوره. وايش رايكم نروح مع ابونا وكله يودينا السيح يومين؟ والله فكره. انت نسيت ظروفنا ورقادنا، ما لحد يشتريه، خاصه ان موسم التبسيل قرب وابوي ما عنده فلوس. يلا على قولت ابونا. الله كريم. اي هتشوفون انا جاي؟ مفروض انكم توسعون الطريق. ان شاء الله. تفضل. نعم طب الطريق ما وسعناه؟ بعدين لما تكلم زلم فوق الحصان وش شاف نفسه؟ نعم من يتكلم تريدنا علمك الادب؟ نفسك خاسه مثل امك. احترمي نفسك. برك نزلني. ان شاء الله عمي. خلاص يا سعيد خلاص، ترك ترك يا سعيد، خليه خليه يا سعيد. خلاص خلاص هدي يا اخوي يا حبيب هدي وتعوذ من الشيطان. انا خبرته يا منصور ان ود حسن كان غضبان بذيك الساعه. الحين بيوصل ود حسن وبتتصافى الامور. اللي ما ترضيوا في انفسكم ما ترضيوا في غيركم. ود حسن يضربني قدام سعود وانا رجال مثله. تعود من الشيطان يا ولدي تعود. انت ود حسن اصحاب. صدقت يا معلم صدقت، لو ما ود حسن كانت الحريقه ما بتنطفي ابدا يا حبيب. زين يا حبيب زين تسامحه عشان نحن. بشرط انه يتاسف ويحب على راسه قدامك. تطلب المستحيل يا حبيب، ود حسن عمره ما تاسف حال حد. اذا يصير خير يا جماعه. تعود من الشيطان. بعد المغرب ود حسن بيوصل وبنتكلم في هذا الموضوع. سمعيني يا أصيلة، أريدش تخبري المعلم يجي كل يوم المغرب هنا ويعلم أولادنا في البيت. والدي اليوم مضروب. سمحي لي، المعلم حالته الصحية ما تسمح له يجي لين بيتكم، وبعدين يكون عليه مشوار، وصغيرين تراهم في الحارة حالهم الضرابة. أولادي أنا غير. خبري زوجك يسمع الكلام ولا تعرف إيش اللي بيصير. احنا ما حد يهددنا، اولادش حالهم من حال ولاد الحاره. ما كفايه عمايلش في منصور؟ لمث مش انا ايش سويت في منصور؟ كل الناس عارفين السالفه. معلش يا اصيلو انا اعرف كيف اطلعوا منش. سمحيلي بروح عنش، عندي شغل عنش. أثبت إنك شجاع وبطل يا سعيد اليوم. ما نخاف عليك أدبته، بس أخاف أخبر أبوه ويأذى أبونا. أبونا اللي شافه من عمنا ما شوية أخذ حقه وتسبب في عمى عيونه. صحيح كلامك يا أخوي، دائما أبوي ينتظر اليوم إلا عمي يرجع فيه إلى صوابه. ما دامت النسرة حرمته بعدها وراه فما أظن. الله يهدي أبوي، لو خلينا أروح أخذ حقنا من عند عمي الشرير. كل الأولاد كانوا مبسوطين يوم أنت تضرب سيف ولد عمي. بعدني بعلم البطرة زين.
أبغاكم تسمعوني كلكم. قررنا باكر أو بعد باكر التبسيل، وأبغاكم تشتغلوا بإخلاص وعزيمة، وأبغاكم تعرفوا إن هذه الثروة ما نزلت لي من السماء. أنا تعبت وشقيت وركضت لحد ما حصلت هذه الثروة، واللي قصر فيكم أنتوا عارفين العقوبة. وفلوسنا؟ محتاجين مصاريف، أولادنا ميتين من الجوع، ما حد أعطانا فلوس. فلوسكم؟ حمد أمرني طال عمرك، أنت ما أعطيت البيادير فلوسهم بعد ما انقضى القيض؟ أعطيتهم طال عمرك، أعطيتهم، لكن ما كلهم. ليش يا حمد؟ ليش؟ خلاص، حمد بيعطيكم كل فلوسكم بعد ما ننتهي من موسم التبسيل، فاهمين؟ فاهمين. روحوا ارتاحوا، وباكر حمد بيخبركم ايش تسوي بالضبط. يلا روحوا. لحظة، سمعوني، باكر او بعد باكر العم راشد بيكون عنده تبسيل، ويوم التبسيل اباكم تكونوا جاهزين من الفجر. ان شاء الله. سمعون؟ ان شاء الله. يلا روح. روحوا لي. حمد امرني طال عمرك. ياسر. نعم. ثاني. نعم. ابغاكم شوي تعال. انتوا خبرتوا سيف بن حسن اني انا اريده؟ لا طال عمرك، بعدنا ما خبرنا. ليش يا حمد؟ تروحوا تخبروه الحين وانا انتظره هنا في السبله، لكن تفاهموا معاه بالتي هي احسن. فاهمين؟ فاهمين. مفهوم طال عمرك. انتوا اصدقاء واخوه. يا ولد حسن، اعتماد اهل الحاره عليك واللي بدر منك غلط. كلام منصور صحيح، انتوا لازم تتعاونوا وتكونوا يد واحده. ظاهر ان اهل الحاره مع اللي عنده يدفع. سمعوه سمعوه يا جماعة، جالس يعايرني. راشد المسمار تغير وما إلى ذنب، رجال طيب. أنا متأكد لما راشد المسمار أعطاك فلوسك بدون وجه حق يريد يبعد الشك عنه. أنتوا ما تعرفوا على عيبه. إن بعض الظن إثم يا جماعة، استغفروا الله. الحسن تعال سلم على حبيب. يتأسف ويحب راسه قدامكم. ما أنا لا أتأسف. استحملني يا حبيبي، ما عدت عارف اميز الصح من الخطا. كفايه اني خسرت تجارتي. يعني الكلام صحيح انك خسرت؟ اي نعم صحيح، بس هذا الشيء ما يخلينا اتخلى عن اهلي وربعي. استهدوا بالله يا جماعه، استهدوا بالله. حبيب خلي عنك الزعل. اوه تو ايش قابل هذيل الحين؟ من هذيل؟ اعوان اخوك راشد المسمار. غريبه، هذولا ما متعودين يجيوا هنا. خير ان شاء الله. زين سمعوهم ايش عندهم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من منكم حرق مزرعه حبيب؟ طال عمرك ما احنا ابو حرقنا مزرعه حبيب. يقولوا ان هذلك الخسوف عبود وحسون هم ابو حرقوا مزرعه حبيب. نعم. وانا شفتهم بعيني هذا وهم شايلين النار، والله العظيم طال عمرك. بس عجب يا محلف ثانوي. يا جماعة عبود وحسون ما تطلع منهم مأساة. العم راشد طالب انك عنده يا ولد حسن. انا؟ نعم. روح خبر عمك، اي حد يبغى ولد حسن يجي لحد عنده. روح شوفه وخلى عنك البطرة. خسرتك يا حبيب، على طول تغير كلامك؟ كلام بو سمعتوه ماشي غيره. انا من رأيي يا ولد حسن انك تروح تشوف راشد ايش يريد، يمكن الرجال تغير. زين أجي باكر الصبح وأنا بوصل له الكلام. أحسنتوا يا جماعة، رخصتكم. واد حسن صحيح تروح تقابله؟ إيه أروح له. واد حسن؟ إيه نعم أروح له، أروح أشوف إيش عنده وعلى إيش ناوي. لا لا يا سعيد، لا خبر لك أبوي. لا لا يا سعيد، لا لا يا سعيد خبر لك أبوي. لا لا عبد الله شوف سعيد. لا لا يا سعيد، لا لا يا سعيد، لا 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 يا سعيد، لا لا يا سعيد، لا 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 يا سعيد، لا. يا منصور، مدام أخوك راشد بدأ يحن ويتغير، وهذا الشيء أنت لمست من كلامه، ليش ما تروح له أنت وأولادك والطالبة أنه يرجع شيء من حقك؟
هذا الكلام ما يفيد معاه، وأنا مستغرب من أفعاله. يلائم حقوق الناس وما حد قادر عليه. أنا فقير، أخوه أعمى، أولادي إذا تغديوا ما يتعشوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قول منصور، ليش ما طرشت لحد؟ أو روح لبنفسك، وهذا اختبار حالة. وما أخفي عليك، الأمور بادية تتعقد في الحارة، وعسى إن شاء الله يكون هذه المرة فيها البركة. قول آمين. تفضل استريح يا ود حسن. خير يا راشد، طرشت لي وانا جيتك. اسمعني زين يا ود حسن، انا احترمك وقدرك واشوف فيك عمود قوي من اعمدة الحارة، واكثر ما عزك سميت ولدي سيف على اسمك علشان اتذكر في غيابك وحضورك. الله يخلي لك سيف يا راشد، بس ما يجوز اللي تسويه في هالحارة. جدعتك قدرتك لظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك. اسمع، هذيل الناس لازم الواحد يوقفهم عند حدهم علشان يعرفوا قدر انفسهم. لا تزيد حرف واحد عن هالحارة، ترى ما يعجبني ولا يرضاني فيهم. انت مكسب يا ود حسن، علشان كذاك انا جبتك عندي هنا علشان اوقف معاك وساعدك. وايش المطلوب؟ المطلوب انك تاخذ لك كمين قرش وترحل من هذه الحاره، وما ابغى اشوف وجهك مره ثانيه. ما عرفت تحسبها زين يا راشد، انا ما راح اتحرك شبر واحد من الحاره ما دام احس انها محتاجت لي، وراح اوقف عظم في بلعومك. اذا انت باغي تتحداني يا ود حسن؟ ما تصبر عن طبعك يا راشد. اقرب وجهك. سيدة ان شاء الله خالتي. احسنت خالتي. احسنت عليكم بالعافيه. زين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ايش رايك في الكلام اللي قالته عذراء يا معلم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خليها تسوي اللي تريده، نحن معانا ربنا. يعني ما تروح؟ مدام قلتي ما أروح يعني خلاص ما أروح. من يقدر يكسر كلامش؟ انزين، بس لا تنسى وانت جاي من السوق تجيب لنا مالح. ولا يهمش، وإذا كلمتش زوجة المسمار لا تردي عليها، أعطيها اثنين صمة. هذا أبو ناقص بعد تريدني اروح اعلم اولاد هالبيت؟ ها انا عاد رخيص لهي الدرجه؟ لا ولدها، يا ريت لو منه فايده، بطران مثلها. يلا بترخص الحين انا. عبود هل تسيروا معي؟ ايوه معلم. وضوح، اشتري لنا قشاط ان شاء الله. شفت يا حمد، بعد نفسه خايسه رغم احتياجه للمال، بس هيبتك قدام أهل الحارة قلت طال عمرك، خاصة بعد ما ضرب حبيب ود ناصر. الناس يكرهون الناس ولا؟ لا طال عمرك ما توصل لك ذاك، بس الهيبة حال القوي طال عمرك، الهيبة حال القوي. أبغاكم تكسروا لباقي مقاديف ويا حمد، كسروها. إن شاء الله طال عمرك، تأمرني أمر. اسمع يا حمد، بداية التبسيل تأجلت لباكر، وقول للناس وحدهم إن نريد الدقة في هذا الموسم. إن شاء الله طال عمرك، وهذه ما أول مرة تعتمد فيها علينا، اطمن. أنا أقصد أقول إنك تخلي الرجال المناسب في المكان المناسب. إن شاء الله طال عمرك، وما عليك زود، كلامك واضح
بس المشكلة في القدادين. إيش فيهم القدادين؟ جيب 20 قداد وأريد 3 حالمرقل. إن شاء الله طال عمرك، بس أصحاب النار معروفين هم ياسر وثاني. طيب طيب، أنا باكر إن شاء الله من الصبح أجي أشرف عليكم بنفسي، مفهوم؟ إن شاء الله طال عمرك، تشرف. أنا خايف لا تكون أنت السبب يا ولدي يا سعيد. لا يا أبوي، أنا طحت وحدي. أنت دايم تخبي عليه وتدافع عنه. أنا أعرف أنه هذا ولد شقي ونمرود. ليش تكذبي؟ أنا دافرنا بس والله ما قصدي. عجب، لازم تأخذ جزاك. سامحة يا أبوي، سعيد ما يقصد، إحنا جالسين نلعب. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الولد طول عمره شقي. عبد الله روح جيب مجبر حال أختك يا ولدي. ما حد جيب مديون فلوس يا أبوي، ما حد. صحيح يا ولدي صحيح، لكن لازم نتصرف، أختك تتألم يا ولدي. إيش قلت يا حبيب؟ بس يا جماعة اسمع الكلام يا حبيب. لكن إيش يقول أهل الحارة عني؟ أهل الحارة كلهم يتمنوا رضا العم راشد والعمة عذرة أختنا العزيزة. فكر في الموضوع زين وأنا موجودة. نفذ يا حبيب واسمع كلامي، وراح يصير عندك خير ورزق. عندك يومين بس عاد الموضوع أيضل بيننا نحن ثلاثة. بس يا عمي ما حد يصدقني، واد حسن إلى نفوذه. حبيب نسيت إن واد حسن ضربك؟ ها؟ وانتو كيف عرفتوا؟ ما في شيء يتخبى علينا. رجال طول وعرض يضربوا رجال مثله. أمروني إيش تريدون أسوي؟ مثل ما قلت لك عندك يومين. ما يحتاج يومين، الرجال قال مستعد ينفذ، وترى الإنسان ما يلون له كرامته. لا يا حمد لا تستعجل، خليه يفكر زين وعاودني علشان أنا بعد أخبر جهز الفلوس. راشد المسمار بيظل طول عمره جبان جبان. ليش افتكرني؟ عشان خسرت تجارتي راح اغير من مبادئي وقيمي؟ لا، ما هو الحسن اللي يسوي ذاك. هذا الرجال غريب الاطوار، هم يذل الناس ويشريهم بفلوسه. لو في خير ما سوى بأخوه اللي سواه. الحبيب بن ناصر الله هداه ما راضي يفهم ابدا. احنا المفروض نتعاون نتحد، ما نختلف وتسود بيننا المشاكل الحين. وانت بعد الله يهديك استعجلت يوم ضربته. الانسان وقت الغضب ما يعرف ايش يسوي. انزين قول لي انت الحين ايش ناوي تسوي في موضوع تجارتك؟ تجاره كذا، مره مكسب ومره خساره، لكن هذه المره كانت قاسيه. انزين قول لي انت كم محتاج عشان ترجع تجارتك بقوتها؟ ما أقل عن 50,000 روبية. الناس في الحارة أصبحت حياتهم صعبة يا ولد حسن، كل شيء صار غالي، وبصراحة هم كانوا ينتظروا متى ترجع عشان تساعدهم مثل كل مرة. إذن ما المفروض يعرف عن خسارتي شيء؟ لا لازم يعرفوا عشان يقفوا معاك ويساعدوك ويعذروك عن عادتك في مساعدتهم. الله يقدم لي في الخير. من يوم ضربك سعيد انت ما ناوي تخرج من البيت؟ هذا ما غريب لك ود عمك. لا تجيبي طارق، انا سعد بن راشد المسمار، يضربني سعود الحص، لكن ما كان وحده، كان مع عبد الله ورقية والجيران. خبراني إن سعيد وحده ضارب النك وعبد الله كان حاجز. بس أنت ليش خبرت أمي؟ وبعدين أمي بتخبر أبوي، وأبوي بيال سعيد، والله حرام. يغيب باغنهم يقتلوا وافتكي منه. حرام عليك يا سيف، روحي من قدامي، عم توعك
ايش تفكر اختنا العزيزه لما اشوف عيونك واقفال؟ اعرف انك ناوي على الشر. 100 مره قلت لك انا ما شريره. انا انسانه سعد، موقفين في حياتي ما قادر انساه، وانت عارفينهم زين. وانت ايش تبين؟ ترى شنلتي مرادش وتزوجت ولد المسمار واصبح خاتم في دينش، ولا تنسين انش زوجت اغنى رجال في الحاره. لا تنسى ان احنا كنا اغنى منهم لولا المسمار العود قد راشد. اي ولا نسيت؟ ما تتذكر يوم كنا صغار انا وانت سايرين السوق مع قدنا، قال مسمار العود ورفس قدي واتفق قدام الناس وطيحه وحلف، حلف اني يقردوا من ابواله، وكل اهل الحاره وقفوا معاه وشهدوا ضد قدي. شهدوا ضد جدنا لانهم كانوا متاكدين ان فلوس جدنا كانت مسروقه من المال الموقوف، وكانوا يطالبوا بسجنه ويقولوا لولا سماحه قلبه ذي المسمار كان انسجن. سماحه قلبه ولا الغل اللي في قلبه على قدي؟ ليش؟ ان قدي كان اغنى منه، بعدين قدي ما سرق، كان وكيل الوقف يتعب ويهلك، واللي كان ياخذه نظير شغله عن تعبه وهلاكه وكون منه تجاره. بس اهل الحاره ما مصدقين هذا الكلام، ولين تو لين تو يسمونا اولاد سراق المال الموقوف. الله ينتقم منك يا ولد المسمار، الله ينتقم منك، فضحتنا فضحتنا وخليتنا على بساط الفقر، ولا تو احنا ولا تو احنا من اغلى الحلاقه. الموقف الثاني اللي ما قدر انساه، رفضت اتزوج ولد عمي حميد اللي كان يحبني، بس امه ما كانت تريدني حل، ولاني انا اصلا كنت اريد من سوري اتزوج لكن رفض. مع العلم كنت احلى وحده في الحاره، وعلى كل هذا بعد تقول لي ليش اشيل حقد عليهم واكرههم؟ انتظر بس متى يجي ذاك اليوم اللي اشوفهم دليلين قدامي ويمشوا تحت امرتنا. بس انت يا الخبيثه ما سكتي، لفيتي ود المسمار، لعبتي عليه لحد ما تزوجش وانجبتي منه اولاد. بس انا بصراحه عاد خفت، خفت انك تتغيري، خاصه انه هو ابو اولادش. حبي لاولادي ما يغير موقفي ضد عيال المسمار حتى لو حملوا اسمه، ويكفي انك انت خاله وواقف معاي ضد عيال مسمار. انا تحت امرك، امري لي، انا من ايدك هذه لايدك هذه، امري لي، خاصه ان قصدنا واحد، ان نذل اولاد المسمار ونرجع اموال قدنا ونسلمها قدهم. من؟ انا بري. خير؟ عمتي عذرا، قول حال عمي حمد ان عمي راشد يريدك بسرعه. زين روح، روح قول له اني جاي بسرعه، روح قول له الحين جاي، روح اتحرك. تقدير اني سمع شيء؟ ايه انت ما عليك من هذا، لا يقدم ولا ياخر. تعال كمل غداك. لا لا انا بروح الحين، اخاف انه يحس بشيء او يشعر بشيء ويشك فيني بعدين. انا بروح وارجع لك بعدين اكمل ان شاء الله. يلا لا تنسي كمل. هذا ما يجوز، اتاخذ رقاط الاولاد بعشر بيسات وانت معاهم. وانا ايش اللي بيدي اسويه يا معلم؟ الحين بيجي حمد ويلزم علينا ياخذ هذا بعشر بيسات، ووحدي ما اقدر اسوي له شيء. انا جالس هنا واريد اشوف حمد هذا مو بيسوي حلالي. ما عنده لقمه حلوه، ما لقمه. حسون عبود تعالوا. امي معلم قوم شرا لنا قشاف. ايوه انت استهدي الحين بالله يا معلم وقوم روح، وتراهم هذا الصغير صغار يلعبوا. لكن هذا ابو يستو ما يصير، هذا استغلال. لا حول ولا قوه الا بالله. اسالك وين ولاد منصور اليوم؟ ولاد منصور اليوم يا معلم انا ما شفتهم، ووحدي مستغرب من هذا الموضوع، العاده هم هنا اول الناس.
المهم أنا رايح الحين وما أوصيك على الأولاد. تقصد حصن وعبود؟ أمه عبود حصن. إن شاء الله يا معلم، إن شاء الله. يلا اتق الله نفسك. إن شاء الله. أحسنت. روح دور لي على حمد، أقول لأختك تريدك ضروري. إن شاء الله عمتي. يلا بسرعة. أي يا الله تتعورني واجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه عندها كسر. عشان كذاك يا معلم أنا جيتك. تشوف لها صرفة، تشوف لها مجبر يجبرها زين. ولا يهمك يا أخوي يا منصور، ولا يهمك. نحن ماكلين وشاربين من فضل الله وفضل أبوك الله يرحمه. لا تشيل هم شيء أنت أبداً. بس ما قلت لي هذه كيف انكسرت؟ هذا الشق السعيد أظن دفرها من فوق السقف. يا الله أنت تعورني واجد. سلامتش حبيبي، سلامتش. يا الله ما تستاهلي، محروزة يا حبتي محروزة. أصيلة، هذه البنية أمانة عندكم من يوم ماتت أمها وأنا أراعيها وحافلها. ما تقول كذاك يا منصور، رقية في عيوننا وإن شاء الله نكبرها تجلس معنا يوم النهار. إن شاء الله يا أصيلة، إن شاء الله. بكرة بطرش عبد الله عند عمه عشان يجيب لنا فاغور متركبة. يا منصور يا أخوي، يا منصور كم مرة خبرتك لازم تروح حل بنفسك وتكلم قدام الناس، والحين فرصة، خاصة الرجال بدأ يتغير. لا خليه يعطيني كمين قصير فاغور، تعرف علشان إيش؟ علشان ندور حريمة تونس لبنية. أقول منصور، أنا ما عندي لا بنت ولا ولد، وبغيت رقية تسلينا، والخير واجد والحمد لله، وانت عاد لا تشيلهم. أصيلة، خلي الرجال يروح يطالب بحقه، هذا ما راح يطلب. يا بنت الحلال هذا حقه. لا أنا ما بروح له، أنا بطرش عبد الله يخبره، أنا ما أذل نفسي حاله. إيش قلت يا منصور في الموضوع اللي قلت لك عليه إن البنية تعيش معنا؟ بس أنا ما أريد أثقل عليكم يا أصيلة. يا منصور يا منصور يا أخوي، هذه البنية حسبة بنتها، ويوم الله سبحانه وتعالى ما رزقها بأولاد انت ايضا ما تحرمها من رقيه. قول انك موافق يا منصور، ويوم تبغى تشوفها تجي في اي وقت. ها مو قلت الراي رايكم والبنت بنتكم. احسنت احسنت يا منصور، والله يفرحك. رقيه تعوضني حبي حال صغيرين. يا الله جيت ورعني. اصيله نعم. شوفي دواء حال البنت، البنت تتالم. ان شاء الله أصير أخبر نصيرة جارتنا، هي تعرف تكبر الكسور. يلا عقبنا حنا نترخص. يلا يا أولاد خل جالسين. منصور أحسنت أحسنت يا معلم، جزاك الله الخير. لا تقهوي تلاش حول حسن قوت. أحسنت أحسنت. أصيلة نعم. خذي هذا الحرص، هذا علقي على صدرها، هذا وصية أمها قبل لا تموت. إن شاء الله يا منصور، أول ما تصح تلبسه إن شاء الله. لا وبسوي لها غيره بعد ان شاء الله.
عوضكم الله الأجر. الله يسلمك. يلا يا أولاد، يلا مع السلامة. حطوا بالكم على أبوكم يا أولاد، حطوا بالكم على أولاد. وبقول للنار شبت، حبيب نفذ الخطة والناس صدقوه. صبر صبر لا تستعجل، ما تشوف سعود جاي الحين بتشب النار وما بتنطفي. على هين يا حبيب، نجمع أهل الحارة كذاك خير، ما سمعنا صايح. بعد عن طريقنا يا سعود، خلي الناس ياخذوا حقهم. حقهم؟ حقهم من من؟ من سيف بن حسن. نعم با، رقية بتنام في بيت المعلم؟ أحسن لها، تربية البنات أصعب يا ولدي. بس راح نشتاق لها واجد يا أبوي. لا تخافوا عليها، خدكم في أيادي أمينة. با، أنا أريد أشتغل عشان أجمع فلوس واجد كمعمنا. عمنا حرام يا سعيد. عيب يا عبد الله، عيب، هذا عمكم لا تقولوا عليك ذلك. با، اليوم حر واجد، وإيش رأيك ننام فوق السطح؟ ما حد ينام فوق السطح. تريد تطيح أنت بعد يا سعيد؟ أنا قلت إنك شقي يا سعيد وتهلكني يا سعيد. حمد، كل شيء جاهز؟ كل شيء جاهز طال عمرك. أنا خوفي من ود حسن لا يضيع علينا شغل باكر. إيش سويتوا مع حبيب؟ اطمن طال عمرك، حبيب خرج من هنا وعيونه يطير منها الشرار، وكأنه ناوي على الشر. اسمع يا شمك، سيف بن حسن هذا ما حد يقدر يوقف ضده إلا حبيب أو سعود أو منصور، هذيل أصحابه وهم اللي يقدروا يضربوه من الخلف. أنا عارف طال عمرك، عارف إن أهل الحارة يحبوه وما يصدقوا في شيء إلا إذا حد حربهم عليه، وخاصة إذا كان هذا الحد سعود أو حبيب. وهذا الشيء اللي سويناه أنا وعذراء مع حبيب بن ناصر. أخاف هذا الحبيب يتراجع وتنقلب كل الأمور على رأسنا. لا تخاف طال عمرك، لا تخاف، كل شيء محسوب حسابه، والليلة هتكون نهاية ود حسن. يا أهل الخير، ما معقولة ود حسن يسوي كذاك، رجعوا نفكر زين. يا حبيب، اللي قال سوي في ود حسن هذا ما يجوز ابدا. سيف بن حسن خسر تجارته يا سعود، وحلف يمين انه يحرق اموال الحاره كلهم، وبدا في مزرعتي وما راضي يساعد حد. يا حبيب، انت عارف زين ان سيف بن حسن هو اللي طفى النار قدام الناس كلهم. هي المساعدات اللي تعود تساعد مبها. يا اهل الخير، سيف بن حسن طفى النار عشان يبعد الشبهات عنه. ود حسن تغير يا جماعه، تغير وناوي يحرق كل مزارعكم. اتحذروا يا ناس، اتحذروا وقتلوا ود حسن قبل لا يحرق عليكم مزارعكم كلها. هذا الانسان صاب التعين، تعرفوا ايش معناه؟ معناه انه صار مثل الكلب المسعور. يا اهل الروضه، يا اهل الروضه، لا تسمعوا هذا الكلام، خليكم اكبر من هذا الكلام. ما دام حبيب صاحبه فاكيد هو عارف انه زين، ليش ما صدقه؟ لا تراضي لين تحترق مزارعكم كلكم. يلا يا جماعه، اللي يتحرك من مكانه وناو الشر على ود حسن بكسر راسه. ابعد الشر يا سعود، تراك انت الوحيد الوحيد هنا. اسمعني، اكيد صادتك عين مثل ما صادت على ود حسن. يا Thank you.
الموالي في كل مكان، شوفوا من عند الوادي اكيد تحصلوا هناك. يا جماعه كل واحد يدور عليه في مكان، احنا لازم نتخلص من وين حسن ومن شر اليوم قبل باكر. فاهمين؟ انتشروا في كل مكان، واللي يحصل يصيح عليه. يلا يا جماعه يلا انتشروا. يلا من اللي سوى فيك ذاك يا سعود؟ حسن اشرد بسرعه، اهل الحاره ناوين لك الشر. اشرد بسرعه. من اللي سوى فيك ذاك يا سعود؟ ما وقت الكلام هذا، اشرد شيء من البال قبل لا يوصلوه. بسرعه اشرد بسرعه. ما هو الحسن اللي اجتاب حارتك يا سعود؟ ما وقت هذا الكلام الحين، ما وقته. اشرد بسرعه اقول لك، بعدين بحصلك بقول لك كل شيء. اشرد بسرعه سعود. عمد حسن خلوا رقم، خلوا رقم. عمد حسن اركض بسرعه، اركض بسرعه. خلينا نقطه عمد حسن سعود. عم سعود طيب ساشوفك بعدين. اركض اركض. Mm-hmm.